إلى مسجد الروضة وإلى القرية التي شهدت المذبحة الدموية، هي بمثابة رسالة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين ولإشعار الناس كمان لستم وحدكم، يعني وإن كل المجتمع معاكم. فيعني حتى كل هذه المبادرات، ولسه في دعوات مختلفة من قطاعات متنوعة من المجتمع بالذهاب إلى هناك، في نقابات بتجمع وفي أندية بتجمع وفي مجموعات من المثقفين والسياسيين بيجمعوا نفسهم، لكن ما حدث طبعا يوم الجمعة كان بمثابة الرسالة القوية في مواجهة الإرهاب. في تحد للإرهاب، وبعد أسبوع واحد من حادث مسجد الروضة الإرهابي، فتح المسجد أبوابه أمام المصلين لأداء شعائر الجمعة بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووفد من الأزهر الشريف. اسأل ضميرك ليه كده؟ مين مستفيد من كل ده؟ دي فعل وطية فعلتها، كان فين ضميرك وقتها؟ شوف قد ايه ناس أبرياء بلا أي ذنب قتلتها. جايين نعزي الشهداء ونعزي أهل الشهداء وأسر الشهداء. أتمنى أموت زيهم بإذن الله. قول إن إحنا ضد أي إرهابي خاين، ضد أي حد، وإحنا جينا النهارده إن إحنا بنقول لهم إن إحنا مش خايفين من أي حد. أنا جاي أعزي الناس اللي في القرية هنا وأشاركهم في حزنهم، لان شيء احزنني كتير، ودي شيء كنت مش هتوقعه في بلدنا بالذات. وبحيي شعبنا وجيشنا وشرطتنا وبلدنا وناسنا كلها. جاي من شبيل كوم، من نوفيه ان شاء الله. جاي ليه؟ جينا نوري العالم كله ان مصر كلها ايد واحده، ومن اخر الدنيا كلنا مصريين. يعني نساء مصر، بنات قبيلة البياضية، بنات كل القبائل الموجودين لمؤازرة أخواتنا والدات وزوجات الشهداء، بنشكر كل من حضر، وده أقل واجب بنقدمه لهم النهاردة. أنا جاي النهاردة لأن ليا صاحب حبيبي جاي من هنا، كان في الجامع. احنا جايين من بير العبد، احنا مش خايفين، احنا ناس كتير ماتت وفي تأمين وإن شاء الله أحسن. أنت باباك كان هنا وأخوك؟ آه. احكي لنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنهم يجوا كده ويجوا هربلوا لهنا، ومن دخل عليهم جوه، وابوي وهو اخويا واقفين جنب بعضهم، ولو استشهد والله. اخويا ابويا بس هاجم علينا. ابوك واخوك كانوا هنا؟ جئنا من وفد الازهر نتضامن مع اهل القريه وندعو الله لهم ان يرحم شهدائهم وان يكونوا في الجنه ان شاء الله. اهلها في رباط الى يوم القيامه ان شاء الله، ومفيش حد هيقدر يكسرها ابدا. عملوا اكتر من كده برضه مش هيقدروا يطلعونا من هنا ابدا، هنفضل عمرنا هنا غصب عننا وبرضه هنفضل عمرنا هنا. مش خايف من اي حاجه، وجاي من الشرقيه مخصوص. ونتمنى انها تتكرر في حالات اسعد كده، واحنا منتصرين على الارهاب ان شاء الله. قلبنا موجوع، لكن احنا طول عمرنا مجاهدين وهنفضل مجاهدين للنهايه يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا تحزنن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا قصدها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، ونحن إنجار الزمان ببرهة نبقى الكبار وغيرنا أقزام.